حلقة متميزة جدا، نتكلم عن الصحابية الشاعرة الشجاعة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي يدخل بيتها أكثر من 10 من الصحابة، كلهم من محارمها وكلهم شهدوا بدر رضي الله تعالى عنهم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التي قتلت يهودي وأنقذت المدينة وجيش المدينة من الهزيمة، هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اليوم نعيش مع هذه الصحابية النموذج، النموذج في قوة الشخصية، والنموذج في العطاء، والنموذج في الصبر. نعم، هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي أم الصحابي الجليل الزبير بن العوام، وكذلك هي الأخت الشقيقة لحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولدت في مكة وهي شريفة من شرفاء قريش رضي الله تعالى عنها، وتزوجت كذلك في الجاهلية بالحارث ابن حرب، توفي ثم تزوجت بالعوام ابن خويلد وهو أخو الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها رضي الله تعالى عن أم المؤمنين، فأنجبت الزبير بن العوام. هذا الزبير رضي الله تعالى عنها فجلست تربيه حتى صار من 10 المبشرين بالجنة. أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي عمته، وقيل هي الوحيدة في عمات النبي صلى الله عليه وسلم التي آمنت وأسلمت به صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وما أعلم هل أسلمت مع حمزة أخوها أو مع الزبير ابنها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك جاء عليها حديث رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مال ما شئتم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحب شخصيتين عنده، وهي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وهي بنته، ثم ذكر عمت صفية رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أملك لكم من الله شيئا. اليوم هو أول درس حناخذه وأول قاعدة، الإنسان يوم القيامة يحاسب بمفراطه عند الله عز وجل، فمهما كنت في الدنيا، مهما كان مقامك أو مهما كان نسبك أو مهما كنت وكنت وكنت، إلا ويوم القيامة تأتي الله عز وجل. فولا واحد يملك، حتى الأمة تملك ولا شيء أولادها، ولا الأب يملك شيء أبنائه. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. فلهذا لابد علينا أن نعمل وأن نعلم أن عندنا يوم عند الله عز وجل وأنه سائل نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا يا رب العالمين. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بذكر فاطمة وكذلك صفية وهي عمته صلى الله عليه وسلم.